أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو بعد ذلك أنتم أشد خلقا من السماء بنيها 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 رفع سمكها فسويها وأغطش ولو بعد ذلك ولو بعد ذلك ولو بعد ذلك تحيك لا
متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاب وأما من خاب وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونزى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم فيم أنت يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراك إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا يسألونك عن الساعة أيان
يسألونك عن الساعة أيان موساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لا إله إلا الله لا والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق
لا إله إلا الله والله أكبر اقرأ وربك الأكرم لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم من علق نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصدق الله العظيم الفاتحة